تيك توكر تتكلم مع الجن في بث مباشر. مودي الروز تصدم الجميع بظهور غريب. ليان العبد الله تعترف انا من تنكرت. نمر طليق يسبب الرعب في سان دييغو. كل هالاخبار راح نعرفها اليوم في حلقة جديدة من مين مكسر السوشيال ميديا، معي انا عبد الرحمن السيد خلف اللي اخي وصديقي وحبيبي عبد المحسن اللافي. ان شاء الله اني اكون خفيف ولطيف على قلوبكم، ان شاء الله انها تكون حلقه مميزه كالعاده. ما راح اقول لكم مين مكسر السوشيال ميديا هذا الاسبوع، حقول لكم يا مرحبا بكم. مودي الروز شنو فيه؟ من جد شنو فيه؟ يا جماعة مودي الروز تنكرت في الهالوين وليتها ما تنكرت، طلعت مو هالوين. هذه خارلين خورلو وانت الصادقة، انجاب الثرى للثرية، انت مارلين بس دون مورلو، مارلين مورلو على قد الحال ذي يا جماعة. الحمد لله انها ماتت قبل لا تشوف الفيديو. على طاري مودي الروز، ما شفتوا وش صار لأختها ليان العبد الله في كند الرعب؟ هذا المهز لا خاف انت لا خاف ليان ماما انت الرعب بكبرى، المفروض ما تتنكر، انت متنكره طبيعي وحرفيا ودي امسك اللي تحرشوا فيها. شو وضعكم؟ مو قلنا عيب التحرش؟ لا وازيدكم من الشعر بيت. هي وتبكي وتصارخ وتقول اللي تحرشوا فيني وماني عارف ايش، حاطه فلتر يا جماعه. ايوه من جد حاطه فلتر. انا بستوعب شيء واحد، يعني تحرش وتصيحي، متى لحقتي تختاري فلتر وتحطيه وتصوري؟ شكله الوضع شو، ماني مرتاح له صراحه، حرفيا ماني مرتاح له صراحه. البنت نيتها تقلد هارلي كوين بس الظاهر النتيجه طلع طلعت مودي. نمر طليق في شوارع سان دييغو يثير الجدل وينشر الرعب. الموضوع يا جماعة مو بسيط ومو بهين وكارثي، وأتمنى من السلطات الأمريكية سرعة القبض عليه في أسرع وقت ممكن. أفاجئكم زي ما تفاجأت، والله أنا مرة متفاجئة. حتى نحن تفاجأنا هند. لا 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 أم هذه شنو فيه؟ إيش المراهقة المتأخرة؟ يعني هالحركة ممكن أقبلها من رؤى، من روبا، من مواذي. لا مواذي أمزح. المهم بس منك غير مقبولة يا أخي، أحسك أنت ومراد المصري لابقين البعض. لا من جد والله أتكلم لابقين البعض ومرة. شفت حاجات غريبة كثير في حياتي وشفت ناس كذابة كثير في حياتي، بس أقوى من اللي تقول الجن يسرق القطن حقها والله ما شفت. تفضل أخوي شوف. قلت لي شوف يا لينا، أنت حتخش الغرفة بالضبط حتقولي اللي خد القطن يرجعه عشان أنا على أخري أو. يعني والله حاجات عجيبة وغريبة، كلنا نفقد حاجات ونلاقيها، ما أدري ليه متخيلة إنه الجن اللي أخذ القطن. المهم ما علينا. شباب وين علبة المناديل اللي كانت هنا؟ علبة المناديل وين؟ أحمد هلا. ليش علبة المناديل حقتي؟ اشتبي ما أدري ما أدري، روح شب على مكتبك، ما أدري ما عندي شيء. علبة المناديل؟ ما أدري، روح على مكتبك هناك، يمكن على المكتب حقك ولا في الحمام ولا أي مكان. ما أعرف وش علبة المناديل حقتي. يا ليل أحمد راح منك جعتك. نورا شفت المناديل حقتي؟ لا أي مناديل حقتي يا أخي؟ ما شفت شيء. عمري وش شفت المناديل حقتي؟ مناديل حقي دي ما شفت. يا جماعة اللي خدي المناديل يرجعها عشان أنا وصلت آخري. معاكم ثانيتين، واحد اتنين. وربي أمزح وربي أمزح. متابعين بير مكسر السوشيال ميديا، وصلنا لنهاية الحلقة. إن شاء الله أني كنت خفيف ولطيف على قلوبكم، إن شاء الله أنها كانت حلقة جميلة ومميزة. لا تنسون تضغطون الثلاث نقاط اللي فوق وتسوون اشتراك وتفعلون جرس التنبيهات. يعطيكم العافية. في الختام أنا أخوكم عبد الرحمن السيد، أشوفكم كل ثلاثاء وجمعة الساعة 9 بتوقيت السعودية، وكالعادة أحب أقول لكم في أمان الله.